يعني يا رب تكون بخير دايما، والف مبروك بقى. طبعا الحمد لله في زي ما قلنا قبل كده وشنا حلو على النادي الاهلي، والنادي الاهلي دايما هو اللي وشه حلو علينا. ففي البدايه طبعا بنبارك للنادي الاهلي طبعا وجماهيره ومجلس ادارته طبعا بطوله ال 12. ألف مبروك لينا كلنا بيومي، ويمكن الكباتن كانوا بيتكلموا على بطولة، أكيد بطولة صعبة مش بطولة سهلة، لكن ما يميز هذه البطولة الحقيقة الأرقام القياسية اللي حققها النادي الأهلي في هذه البطولة. بنتكلم على نجم ال 12، عدد كبير من البطولات الأفريقية. قول لنا أنت كمان، أنت يعني خبير في الأرقام والإحصائيات، قول لنا يعني مجمل البطولة ال 12 والنجمة ال 12. يمكن البطوله ال 12 هي يمكن التكرار بقى، البطولات تكرار البطولات ده نتيجه يعني استحاله يكون في عشوائيه في الموضوع، في نظام، في منظومه كرويه كامله مرتبطه بتحقيق البطولات. مش بتكلم على البطوله ال 12 بس، موضوع ان انت توصل ليبقى الفرق ما بينك وبين اقرب منافس ليك اكتر من الضعف. النهارده مازيمبي من نادي الزمالك 5 بطولات، انت النهارده 12. المنظومه الكرويه دي متمثله في اركان كتيره، يمكن اي تاثير في ركن من الاركان دي اكيد هياثر على النتائج. وعندنا نتائج وعندنا يمكن امثله واضحه للموضوع ده. يعني مثلا في انديه عندها سكواد من اللعيبه اقوياء فعلا، وان هم ينافسوا على بطوله، ولكن برضه ما بيحققوش بطوله، ما عندهمش الجمهور اللي بيحرك الصخر زي جمهور النادي الاهلي. يمكن برضه حتى لو في انديه جماهيريه، ولكن مثلا ما عندهاش المدرب اللي يقدر ان هو ينظم الحته دي. عندنا برضه خير مثال على دوت مثلا بيتسو موسيماني مع النادي الاهلي، حقق نتائج وحقق بطولتين دوري الابطال ونتائج كبيره جدا. النهارده بيتسو موسيماني مثلا بيدرب في الدوري السعودي نادي ابها، بيهبط معاهم درجه ثانيه. فنفس الكلام بالنسبه لمجلس الاداره اللي بيوفر لك المتطلبات للفرقه عشان انت توصل لتحصل يعني لتحقيق النتائج دي. فبنقول مره تانية اللي هي منظومه، هي مش لعيبه فقط ولا جمهور فقط ولا مدرب فقط او جهاز فني، هو كل واحد بيشوف شغله عشان انت في الاخر تقدر تحقق التكرار ده من البطولات ده والحجم من البطولات ده. يعني النهارده بنتكلم مثلا على ارقام مثلا مارسيل كولر من خلال تقريبا سنه و8 شهور بيحقق 8 بطولات. فبرضو الارقام دي ما بنقولش ان مارسيل كولر بس، لا، هي منظومه كامله كرويه، هي اللي كل واحد زي ما بقول لحضرتك بيشوف شغله وجهده عشان ان هو يوصل للارقام دي طبعا. ويعني طبعا قدام الشاشه طبعا زي ما بتتكلم على سنه وثمان شهور 8 بطولات، ده رقم كبير جدا. ويمكن كولر في بعض اللقاءات الصحفيه قال ان الموضوع فعلا مش اداره فنيه بس، لكن لاعبين واداره كمان من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، انه بيهيئ كل الاجواء وبيوفر كل السبل ان السبورت للفريق وبيدعم الفريق بشكل كبير جدا. والاستقرار الفني مفيش شك، الاستقرار الفني عامل مهم جدا في استمراريه فوز النادي الاهلي بالبطولات الحقيقه. يعني بالظبط بالظبط، بتفق مع كلام حضرتك وفي حته استمرار البطولات دي. وبرده مارسيل كولر هو يعني في اختلاف زي ما كابتن حشيش قال، انه في اختلاف ما بينه وما بين بيتسو موسيماني او درجه نجاحه في التدوير او الروتيشن اللي كان بيعمله عشان يقدر يجاري ضغط البطولات ده. عندك بتتكلم النهارده الاهلي برضو داخل على دوري بطوله الانتر كونتيننتال، داخل على كاس العالم انديه، داخل على كاس مصر، لسه في بطوله دوري السوبر الافريقي، في كم هائل من البطولات. فلازم يكون سياستي من البدايه، مش هقدر ان انا اعتمد على ال 11 لاعب فقط، لازم يكون عندي روتيشن، لازم يكون عندي دقه قويه جدا، اقدر ان انا في اي وقت احتاج اي لعيب منهم يقدر ان هو يكون سبورت ليا، ينزل يؤدي اللي عليه. وبرده داخل الفرقه في لعيبه فعلا ادت الكلام ده. عن كريم فؤاد لما نزل، بنتكلم برده في مصطفى شوبير طبعا، بيقدم نتائج هايله جدا مع النادي الاهلي. وبرده احنا بنشكره هو ومحمد الشناوي ان احنا ما حسيناش ان في ضغط او في اختلاف داخل اوضه اللبس مين اللي يقف جون. دي كان يمكن كانت نقطه كان كله بيتكلم فيها جداً. احنا ما حسيناش باي مشكله، مش بتكلم على الناحيه الفنيه، ولكن بتكلم على الاستقرار ما بينهم الدريسنج روم نفسها في الموقف طبعا اللي بار بيه، او يمكن العلاقه ما بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير الحقيقه ادوا نموذج رائع للنادي الاهلي. وده المهم زي ما بيتكلم دكتور احمد، ان الدريسنج روم مهمه جدا، ولما بتلاقي كباتن الفرقه بقيمه محمد الشناوي كيف يتعامل، مش هقول مع هذه الازمه لكن مع هذه الظروف، اصابته، وجود مصطفى شوبير اللي الحقيقه بنوجه له تحيه كبيره جدا جدا، كان بطل من ابطال هذه البطوله ويمكن ادى اداء اكثر من رائع. وهذا الدور الرائع الان بي محمد الشناوي اذا كان على مستوى المؤتمرات الصحفيه او على مستوى الدريسنج روم نفسها، اعتقد ده كمان شيء يحسب للنادي الاهلي ولمحمد الشناوي وكل لعيبه النادي الاهلي الحقيقه بشكل كبير جدا.